السلام عليكم ورحمه الله وبركاته معكم محمد قيس عبد الغني خبير اسواق المال في فقره التحليل الفني اليوميه لاهم ازواج العملات واهم السلع والمؤشرات ليوم الخميس الموافق الواحد والعشرين من يوليو من العام 2022 وبرعاية الوسيط الأمثل والأفضل للتداول في الشرق الأوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذا أخواني الأعزاء قبل أن نبتدئ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولها تاثير على حركه الاسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات ناريه وقويه جدا على اغلب العملات وسوف يكون لدينا على الين الياباني في تمام الساعه السادسه صباحا بتوقيت مكه المكرمه تقرير التوقعات الفصليه الصادر عن بنك اليابان ومؤتمر صحفي لبنك اليابان المركزي ومن ثم في تمام الساعه الثانيه مساء بتوقيت مكه المكرمه يصدر لدينا سعر الفائده على الليره التركيه وفي تمام الساعه الثالثه مساء بتوقيت مكه المكرمه ايضا سوف يصدر خبر الفائده على اليورو ويصدر لدينا تقرير لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي ومن ثم في تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة على الدولار الأمريكي يصدر معدلات الشكاوى من البطالة ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويلية ومن ثم في تمام الساعة الثالثة وخمسة وأربعون دقيقة مساء ينعقد مؤتمر صحفي للبنك المركزي الأوروبي وتختتم البيانات في تمام الساعة الخامسة والخامسة عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة مساء على اليورو خطاب للسيدة لاغارد محافظة البنك المركزي الأوروبي إذا أخواني الأعزاء نبتدي فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار إنديكس وشاهدنا الأسعار. قد استمرت بالتصحيحات مقتربة من الأب ترند لاين الفرعي الواضح أمامكم على الرسم البياني والذي قد تم رسمه منذ آآ آآ الأشهر السابقة حيث أن مستوى المئة وخمسة يعد منطقة قوية جدا ودعم قوي جدا لمؤشر الدولار الأمريكي حيث أننا نشاهد الأب ترند لاين الفرعي ومنطقة الدعم الرئيسية ولكن وبالمجمل صعود مؤشر الدولار الأمريكي خلال التداولات الذي حصلت في الجلسة السابقة لا يزال يصنف كتصحيحات طوالما ان الاسعار تتداول دون مستوى 107.850 وحذاري من التقلبات للاسعار خلال الجلسة الحالية بسبب البيانات الاقتصادية العاصفة على اليورو وعلى الدولار الامريكي ايضا من الممكن ان نشاهد تذبذبات وحتى اللحظة اذا استطاع مؤشر الدولار الامريكي بالثبات دون مستوى 107.850 قد نشاهد عودة التصحيحات للعملات وتنفس لل الأسواق مجددا وقد نشاهد أيضا الهبوط نحو مستويات 105.500 ولا زال السيناريو الهابط هو المرجح طوال ما أن الأسعار تتداول دون مستوى 107.850 إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد أخواني الأعزاء أن زوج اليورو دولار لا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الهابطة أدنى الداون تريند لاين الماثل دون مستوى الواحد فاصلة صفر ثلاثة آلاف وإذا استمرت التداولات للأسعار دون مستوى الواحد فاصلة صفر ثلاثة آلاف قد نشاهد الهبوط مجددا صوب مستوى نقطة التعادل الماثلة عن مستوى الواحد يورو مقابل الواحد دولار ولن نستطيع أن نجزم باستعادة الزخم الصاعد وتكوين ترند فرعي صاعد مع التزامن بصدور خبر الفائدة على اليورو والذي قد يرتفع للمرة الأولى منذ سنوات عديدة قد نشاهد محاولات سعودية إذا نجحت الأسعار باختراق مستوى الواحد فاصلة صفر ثلاثة آلاف والثبات أعلىها إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونلاحظ أن زوج الباوند دولار هو الآخر قد فشل بالتماسك أعلى مستوى الواحد فاصلة عشرون ألف وإذا استمرت التداولات دون مستوى العشرون ألف قد تعود قوة الدولار الأمريكي مجددا لاستهداف مستوى الواحد فاصلة ثمنتاش ألف ألف ولن يستطيع الجنيه الاسترليني أن يعاود تحقيق المكان مقابل الدولار الأمريكي إلا إذا نجح بالعودة على مستوى واحد ألف مجدداً. إذا أخواني الأعزاء. ننتقل إلى تحليل زوج الباوندين الملقب بالمجنون ونشاهد أن زوج الباوندين حتى اللحظة لا يزال يلامس منطقة هامة جدا وهي مستوى 165.600 والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك حيث أن اختراق مستوى 165.600 قد يخلق فرصة شرائية تستهدف مستوى 166.500 و168 خلال التداولات القادمة ولا يزال السيناريو الإيجابي هو المسيطر على الزوج طوال أن الأساس أسعار تتداول اعلى مستوى 164 اذا اخواني الاعزاء ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريكي ونشاهد الاسعار تفشل بتاكيد اختراق نقطة المحور الماثلة عند مستوى 0.69 ألف وعودة التداولات دون مستوى 69 ألف قد تعيد الأسعار إلى فقدان الزخم الصاعد والدخول في موجة تصحيحية هابطة قد تستهدف مستوى 0.67 ألف ولن تستطيع الأسعار استعادة الزخم الإيجابي الصاعد وتأكيد تكوين ترند فرعي صاعد إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 0.69 ألف والثبات أعلىها إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني ونشاهد الأسعار لا تزال تتداول في ظل السيناريو الإيجابي الصاعد أعلى الأب ترند لاين ومثل ما ذكرنا سابقا استمرارية التداولات أعلى مستوى 137.100 لا تزال تضع السيناريو المرجح فنيا هو الإيجابي الصاعد والذي لا تزال أهدافه منتظرة بالقرب من مستوى 139.400 ولن يلغى هذا السيناريو إلا بكسب مستوى 137.100 وهو المستبعد فنيا حتى اللحظة إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية ونشاهد الاسعار لا تزال تقف بالقرب من منطقه مقاومه هامه جدا وبالقرب من نقطه المحور الماثله عند مستوى 17.60 حيث ان اختراقها سوف يؤدي الى تحقيق مكاسب قويه جدا للدولار الامريكي قد تصل الى مستويات 18 ليره للدولار الواحد وحذاري من التداولات في الجلسه الحاليه حيث اننا ننتظر بيانات هامه جدا على الليره التركيه وهو خبر الفائده ولدينا على الدولار الامريكي ايضا معدلات الشكاوى من البطاله ومؤشر فيلادلفيا للصناعات التحويليه من الممكن ان تؤثر بشكل مباشر على الزوج ولدينا نقطه فنيه ومفتاح الجلسه هو مستوى 17.60 حيث ان اختراقه سوف يعزز الايجابيه ويخلق فرصه شرائيه اما التداول دونها قد يهيمن بالدخول في موجه تصحيحيه هابطه قد تصل لمستويات 17.30 اذا اخواني الاعزاء ننتقل الى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي ولا يزال البيتكوين ينجح بالتمسك بالزخم الايجابي الصاعد وحتى اللحظه استمرارية تداولات البيتكوين أعلى وعشرون ألف دولار للبيتكوين الواحدة وأعلى المتوسط المتحرك يعزز تكوين مسار فرعي صاعد يستهدف مستوى وعشرون ألف دولار و وعشرون ألف دولار و 500 للبيتكوين الواحدة خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية السيناريو الإيجابي وتعزيزه فنيا هو الثبات أعلى مستوى وعشرون ألف دولار إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل هو الآخر بالرغم من تصحيحاته إلا انه يستقر اعلى المتوسط المتحرك واعلى نقطه الدعم الماثله عند مستوى 36 سنت وثبات الاسعار اعلاها لا يزال يمنح فرصه ايجابيه للريبل لاستهداف مستويات 40 سنت و45 سنت خلال التداولات القادمه بشرط وحيد هو الحفاظ على الاسعار اعلى 36 سنت إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد أن الذهب لا يزال يستمر بالتداولات العرضية في ظل القناة الذي تحدثنا عنها في التحليلات السابقة المحصورة ما بين مستوى 1700 دولار و 1725 دولار للأونصة الواحدة ومثلما ذكرنا سابقا لن يحدد مسار واضح وصريح للذهب إلا بكسر أو اختراق أحد أطراف القناة العرضية المظللة أمامكم على الرسم البياني وكسر أو اختراق هذه آآ 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 الـ الـ الأطراف للقناة العرضية هو سوف يحدد المصير القادم للذهب، ما لم تستطع الأسعار الكسر أو الاختراق سوف نستمر بالتوقعات العرضية صعودا وهبوطا لأسعار الذهب. إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام يتماسك أعلى مستوى 98 دولار للبرميل الواحد وحتى اللحظة إذا نجحت أسعار الخام بالثبات والتماسك أعلى مستوى 98 دولار للبرميل الواحد قد نشاهد انطلاقة صوب مستويات 103 و110 دولار, دولار على المدى المتوسط ولن تلغى هذه السيناريوهات الايجابية التفاؤلية إلا بكسر مستوى 98 دولار للبرميل الواحد إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد أن الفضة لا تزال تتمحور للجلسة الثالثة على التوالي حول المتوسط المتحرك وحول نقطة المحور ونقطة البايفت الماثلة عند مستوى 18 دولار فاصلة 74 سنت حيث أن الأسعار إذا نجحت بكسر مستوى 18 فاصلة 70 والتداول دونها وتأكيد كسرها بناء على قاعدة السلوك السعري سوف نشاهد الفضة تنهار وتتعرض لضغوط بيعية قد تهوي بها إلى مستوى 18 دولار و17 دولار ونصف خلال التداولات القادمه ولا سبيل للنجاه الفضة الا بتكوين نموذج ارتدادي والتماسك اعلى مستوى 18.70 سنت، اذا اخواني الاعزاء ننتقل الى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يستمر بتحقيق المكاسب مقتربا من تحقيق الهدف المنتظر عند مستوى 8 دولار فاصله 20 سنت واذا نجحت الاسعار بالتماسك اعلى مستوى 7 فاصلة 30 سوف نشاهد انطلاقة صوب الهدف الرئيسي الماثل عند مستوى 9 دولار و 10 دولار على المدى المتوسط ولكن يشترط لاستمراريه الايجابيه الحفاظ على الاسعار اعلى مستوى 7.30. اذا اخواني الاعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الداو جونز الصناعي ونشاهد مؤشر الداو جونز يحاول بناء مراكز شرائيه وذلك بعد ان نجح باختراق مستوى 31400 وتداولاته اعلى المتوسط المتحرك لمده 55 يوم يعزز الايجابيه لمؤشر الداو جونز الصناعي محاولا الانطلاق صوب مستويات 32534000 على المدى المتوسط ويشترط استمرارية هذه النظرة الإيجابية هو الحفاظ على الأسعار أعلى مستوى 31400 دولار إذاً أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندرد أند بورز SP500 ولا تزال المحاولات قائمة منذ الجلسه السابقه لاختراق نقطه المقاومه الهامه عند مستوى 3950 دولار حيث ان الاسعار اذا نجحت باختراق مستوى 3950 سوف نشاهد امتداد المكاسب وعلى اثرها قد نشاهد مستهدفات بالقرب من مستوى 4100 و4200 خلال التداولات القادمه وشرط دخول الاس بي 500 في السيطره على الزخم الايجابي الصاعد هو اختراق مستوى 3950 دولار اذا اخواني الاعزاء ننتقل الى تحليل مؤشر الداكس. الألماني ونشاهد مؤشر الداكس يتماسك بالإيجابية وإذا نجح بالتماسك أعلى مستوى 13000 يورو سوف نشاهد الأسعار تتماسك وقد نشاهد انطلاقة وتجميع جديد للانطلاق صوب مستوى 13400 و13700 خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية النظرة الإيجابية للداكس هو الحفاظ على الأسعار أعلى مستوى 13000. إذا أخواني الأعزاء ننتقل إلى تحليل مؤشر كاك الفرنسي وهو الآخر لا يزال يستمد تداولاته الإيجابية من خلال التداولات أعلى نقطة 6000 آلاف يورو أعلى متوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولكن لن نشاهد انطلاقة قادمة قوية لمؤشر كاك الفرنسي إلا باختراق مستوى 6260 حينها سوف نشاهد انطلاقة صوب مستوى 6600 وسوف يستطيع مؤشر الكاك أن يتحرر من بعض التصحيحات الذي قد تهوي به إلى إعادة اختبار مستوى 6000 مجدداً إذا أخواني الأعزاء ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك ينجح بتحقيق الهدف الماثل عند مستوى 12500 دولار وإذا نجحت أسعار مؤشر النازدك بعد صدور ال النتائج الإيجابية باختراق مستوى 12500 سوف نشاهد انطلاقة صاروخية لمحو الخسائر السابقة وتحقيق المكاسب صوب مستوى 13200 خلال التداولات القادمة وشرط استمرارية السيناريو الإيجابي لمؤشر النازدك هو الحفاظ على الأسعار أعلى المتوسط المتحرك وأعلى مستوى 12 ألف ومئة دولار خلال التداولات قصيرة المدى إذا أخواني الأعزاء إلى هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسن المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله